كان صلى الله عليه وسلم يعلمهم من الحمى والأوجاع كلها أن يقولوا بسم الله الكبير، أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار. عرق نعار يعني وريد، وكأنه يريد ينفجر ويعمل مشكلة للإنسان، نزيف وينتفخ ويخرج منه الدم. أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار. آمين. نعم.